السلام عليكم. هاد الصباح هذا تفاجئنا بخبر اللي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الجرائد الإلكترونية المتواجدة في المتصفحات. فرئيس الحكومة المغربي عز الدين العثماني قرر تقليص الوظائف اللي غتكون في المستقبل إلا الوظائف الضرورية كرجال التعليم والوظائف الخاصة بالشرطة والعسكر وغيرها من الوظائف المهمة في الدولة، كالوظائف ديال التمريض والصحة وغيرها. فالوظائف اللي غير ماشي مهمة ماشي ضرورية يتم التقليص ديالها، وهذا التقليص غادي يساهم أيضا في تقليص الميزانية اللي غتكون مخصصة لوزارة المالية لسنة من بين 2021 و 2023.